السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزي ما تعودنا قبل ما نبدأ حكايتنا نصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم حكايتنا النهاردة من أغرب الحكايات بس هي عزة وعبرة يعني لكل بنت أي بنت بتسمع الفيديو أو أي أم تنتبه بعد الفيديو ده على بناتها يعني الفكرة من الفيديو إن إحنا نحرص لبناتنا ونوعيهم ويريد كل بنت تسمع الفيديو ده تاخد بالها من نفسها كتير كتير يعني انا بوصل لكم الفيديو ده تنبيه عام لكل بنت وكل شاب يتقي ربنا في اي بنت يعتبرها زي اخته الحكايه بتقول ايه ده طبعا حدثت بالفعل بنت عرفت شاب عن طريق الانترنت يعني بعت لها اضافه وكلمته بالساعات على الانترنت لدرجة ان هما خلاص بقى بينهم وبين بعض معرفة كبيرة كل يوم بيكلموا بعض بدأت الامور تتطور معاهم لعلاقة حب بدأ يتكلموا كلام كأنهم اتنين يعني متوعدين بالجواز لغاية ما في يوم البنت دي الولد طلب منها ان هو يقابلها البنت كانت منين؟ البنت كانت من الدقهلية والولد كان بور من بورسعيد يعني دي محافظة ودي محافظة المهم الولد قال لها انا خلاص ما عدتش قادر استغنى عنك انا لازم اشوفك وقابلك ونتكلم مع بعض انا كده بتعذب عشان تعرفين عن قرب وفي نفس الوقت لما تعرفيني واعرفك عن قرب هاجي اتقدم لك واطلبك للخطبه قالت له تمام آه قال لها انا اجي اشوفك فين في المنصوره قالت له انا م... لا ما تجيش انا اللي هاجي لك بور سعيد قال لها ازاي قالت له انت عارف انا خاف ان انت تيجي الأهلية وأهلي ولا حد يشوفني من معرفنا يبقى فيها سين وجيم وأهلي يقتلوني طب هتعملي إيه؟ لا أنا اللي هجيلك بورسعيد هقول لقريبي ان انا نازله اشتري ملابس هناك الاسعار حلوه وعاملين عروض وانا ايه هقابلك هناك البنت عندها 23 سنه فطبعا راحت اقنعت اهلها ان انا لازم انزل بورسعيد انتوا عارفين بورسعيد فيها الملابس بتاعت الجمرك والمينا وفيها فعلا اسعار مخفضه لانها فيها المينا اللي بتاعت المستورد وكلام من ده فهي عرفت بذكائها ان هي تقنع اهلها ان هي تنزل تقابل حبيب القلب في بورسعيد اهلها قالوا طب روحي وما تتاخريش قالت لهم ده انا رايحه انا وكم بنت زميلتي وهنروح ومش هنتاخر راحت فعلا البنت تقابل الشاب اللي هي بتحبه من بورسعيد بقى نزلت قابلها في المحطه وخدها فرجها على البلد وعزمها على الغدا وعزمها على عصير وشويه قالت له خلاص انا لازم ان انا اروح البيت يا دوبك مركب القطر عشان اعرف اركب واوصل لاهلي قال لها ما ينفعش تيجي البلد وما تعرفيش حياتي وما تشوفيش الشقه الحلوه اللي انا مجهزها لك عشان نتجوز فيها قالت له لا ما اعرفش اجي معاك صعب ان انا اجي معاك واشوف شقتك كفايه ان احنا شفنا بعض واتغدينا وشربنا حاجه ساعه وتعرفنا على بعض من قرب وانا سعيده ان انا شفتك وقابلتك وانا مبسوطه بورسعيد ده بلد جميله واتمنى ان انا اعيش فيها عيشه ابديه و... ولا مش هينفع انا كده هتاخر واهلي هيعاجبوني وهيبهدلوني ان انا اتاخرت فما ينفعش معادش وقت قال لها والله ما هنتاخر قالت لا انا خاف قال لها انا هحافظ عليكي وانا يعني هجيبك من بلد لبلد عشان أغدر بيكي انا عايزك بس تتفرجي على شقة الزوجية عشان تبقي عرفتيني من كل حاجة من شكلي وبلدي وبيتي وحياتي وشقتي فالمهم اقنعها الولد بان هي تروح معايا الشقة اول طبعا ما دخلت معاه راحت البيت ودخلت الشقة بتاعته اول حاجة تخيلوا يعملها ايه طلع مطوة من جيبه وقام حاططها على رقبته وثبتها قال لها اقلعي هدومك قالت له انت جايبني هنا عشان تعمل فيا كده وانا اللي امنتك عشان خاطر ابوس رجلك ما تعملش فيا حاجه قال لها يلا, يلا اقلعي هدومك يا زباله هو انت جايه من اللي عايزه تقولي ان انت شريفه وعفيفه جايه من من منصوره لغايه بورسعيد على رجلك كده في المح... على ركو على رجلك عشان تركبي من محطه لمحطه عشان جايه كده تشربي كوبايتين عصير وتاكلي لقمه ده انت جايتي في ملعبي مش هعتقي اكيد انت عامله كده كذا مره مع اي حد رجلك جابتك لغايه عندي ودخول الحمام مش زي خروجه يلا يا بت اقلعي المهم البت صرخت تقول له ابوس رجلك ابوس رجلك عشان خاطري عشان خاطري سيبني لوجه الله عشان خاطري ده انا سكت فيك وسبت اهلي وجيت من بلد لبلد عشان انا واثقه فيك ثقه عمياء ان يعني انت هتخاف عليا وتحافظ عليا تعمل معايا انا كده قال لها اي هعمل معاك كده ابقى غبي لو عتقتك المهم جردها من ملابسها غصب عنها واعتدى عليها اعتداء جنسي البنت طبعا صرخت وصوتت محدش نجدها لانها الشقة في حتة مقطوعة لسه تحت الانشاء والمهم غدر بيها وصورها كمان فيديو تتخيلوا بعد الوساخة اللي هو عملها فيها صورها كمان فيديو وقال لها حلوة الفيديو بتاعك معايا لو اتحركتي من هنا ولا من هنا ولا فتحت بقك حتى لاهلك الفيديو بتاعك ده هبعته لاهلك وهنشره كله على النت وهفضحك قامت قايله انت بتعمل فيها كده انت اللي انا ثقت فيك وسبت اهلي وسبت الدنيا كلها عشانك تغدر بيا المهم ايه خد منها تليفونها وخد منها المحفظه بتاعتها ساب لها شله اجره السكه خمسين جنيه وخد كل حاجه تخصها وتليفونين تليفون كشاف اللي هو العادي اللي هو الزراير والتليفون التاتش الخاص بها وقال لها عشان ما تعرفيش تتصل على حد يلا يا كلبه زي ما انت جيتي من بلدك يلا روح على ايه على رجلك لا ليكي معايا تليفونات ولا ليك معايا حاجه يعني كمان قلبها في تليفونين وقلبها في محفظتها ما الا ثمن الاجره ويشكر ان هو ادالها اجره كان ممكن يخليها كمان تشحت في في الموقف وقال لها يلا يا رخيصه زي ما انت جاتي يلا مشي قالت له انت بتعمل فيا انا كده والله ما اسكت لا افتحي بقك وانا افضحك على النت وافضح اهلك واعمل فيكي اللي ما يتعملش البنت عملت ايه البنت طلعت منهاره وبتعيط ومسيله من دمها طبعا بالاعتداء جرت على اقرب مركز شرطه في بورسعيد وقامت عامله بلاغ ان هو اتعرضت للسرقه والاغتصاب وايه واللي وان هو خد منها التليفونات وصورها وهددها طبعا الشرطه قالت انت عارفه المكان اللي هو خالك فيه قالت له اي انا حافظه المكان المهم خدت الشرطه معاها وطبعا هو الولد ما كانش متوقع ان هي تدلغ بيكبره قوي ان هي هتروح المنصوره وتدرع على اهلها وتبدا بقى تسوم وتحايل عليه وتتذلل ليه عشان يصلح غلطته ما كانش في دماغه ان البنت هتتجرا وتروح الشرطه فبالفعل راحوا اول ما قدموا البلاغ وكلمة الشرطه قالت له حصل معايا كذا قال عارفه المكان الظابط قال على عساكر تعالى معايا تعالوا يلا حضروا العربيه وطلعوا على طول على المكان ففعلا دخلوا الشقه لقوها لسه تحت الانشاء هي شقته ايه بردو يعني اللي واخد شقه ايه لسه تحت الانشاء بتتوضب في عماره لسه جديده المهم هجموا عليهم عليه الشرطه والعساكر دخلوا عليه قبضوا عليه مع التحريات قال انا ما اعرفهاش واول مره اشوف الخلق ديت انا ما اعرفهاش انت جايه بت ترمي بلاتي. المهم قالت له قالت للظابط يا حضره الظابط هو مصورني فيديو على تليفون وفيديو وهو بيتعدى عليا المهم قاموا قايلين له افتح التليفون بالضرب طبعا وبالغصب قام فتح التليفون لقوا في الاستوديو الفيديو من اوله كان هو حاطط الموبايل وكان موجهه على البنت عشان يصور الفيديو كامل بادي الفيديو تصوير من اول مكان هو حاطط المطوه على رقبتها وبيقولها يلا يا بيت اقلعي هدومك يلا يا بيت انت فاكره ان انت جاي تمثلهم عليا دخول الحمام زي خروجه يلا يا هانم اقلعي ومش عارف ايه يعني الحلقه متسجله من اول التهديد ان هي فعلا اتعرضت للاختصاب تحت التهديد مش بمزاجها المهم الشرطه قالت لها منين؟ قالت له انا من الدقهليه، يا بنتي ايه اللي جابك هنا؟ قالت له انا كنت اعرفه عن طريق النت وهو استدرجني ان هو لازم يشوفني فانا خفت ان يشوفني في بلدنا حد يشوفني حد يعرفني يبلغ اهلي فانا قلت له لا انا هجي لك لغايه بورسعيد بنفسك ومنها اتعرف على البلد عشان خفت من كلام الناس وقعت نفسي في ورطه اكبر من كده مع الاعترافات طبعا والفيديو اللي متسجل ومتصور وطبعا ده من حسن ظنها ان هو سجل الفيديو ده وفضل على تليفونه لو ما كانش فيه فيديو كان قال انا ما وكان قال هي اللي جايه بمزاجها وكان هيبقى فيها سين وجيم وكلام لف ودوران كتير المهم الشرطه أخدته على الحبس وقامت يعني حابسه والبنت استدعوا ولي امرها ابوها وامها وجم اخواتها كمان لغايه مركز بورسعيد شافوا البنت آه طبعا لما الام والاب سمعوا حكايه البنت ازاي ان ان بنتنا تغشنا وتضحك عليها الام وقعت من طولها وجالها جلطه وقتيا والاب طبعا دخل في, في انهيار وزعيق وازاي تعملي كده عايز يضرب البنت الشرطه قالت له احنا واحده واحده عشان نحل الموضوع طبعا الاب قال احل الموضوع ايه قالوا هنعمل كشف طب عذرية على البنت نشوف اذا كانت بنت ولا تم الاعتداء كامل المهم راحوا عملوا عليها كشف طبي لقوا البنت يعني اعتدى عليها بس الامر مش قوي يعني ما تخلصش من الموضوع قوي يعني بس ايه يعني تهتك بسيط المهم والحمد لله يعني ايه العلاقه ما كملتش بس إيه مع الكشف الطبي الضرب يعني في بعض الاصابات اللي هي خربشه اللي هو يعني بعد علامات إيه تقيد في الايد يعني لما كان بيمسكها بالغصب او كده في كدمات على جسمها بتدل ان هو تم الاعتداء عليها بالغصب مش بحريه رغبتها يعني مش ان هي اللي كانت عايزه كده فطبعا الاب يعمل ايه يا عيني بعد كسره العين اللي البنت عملتها النيابة أمرت الولد أن يكتب كتابه على البنت ويطلقها بحيث أن هي يبقى لها قسيمة جواز ولها قسيمة طلاق كأنه اتجوزها ما هو برضو اعتدى عليها اعتداء جزئي ما ينفعش ان هو ما يثبتش وجوده معاها يعني هيبان الموضوع لان نزل منها دم طب ازاي ان هي تتجوزه وكان لازم تصلح غلطته غلطتها اللي هي غلطتها معاه بالجواز من انسان قذر زي كده وطبعا جوزها وبعد فترة على طول طلقها واتحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنين عقابا لايه لتهمة الاعتداء والاغتصاب والتعدى على فتاة بدون وجه حق وعلى كده خلصت موضوع البنت نصيحة مني لكل بنت بقى انتي لما تعرفي ولد يعني انتي في ساذجه يعني يعني انت عمرك 23 سنه او حتى 16 سنه ازاي تامني لنفسك ان انت تقابلي ولد تروحي معاه شقته ولا تقابليه في مكان عام ولا مش في مكان عام هو كان خطيبك لازم كل بنت تعرف ان اي واحد بيطلب منها تروح معاه في اي مكان ان شاء الله يكون عام او في شقته ده غرضه غرض دنيء عمر ما في ولد بيمشي مع بنت مشي بطاله بيتجوزها اه غدر بيها جابها من من الدقهليه لغايه بورسعيد باسم الحب وان هو بيوعدها ان بالجواز وان ما يقدرش يستغنى عنها ولازم يعرفها عن قرب وكانت النتيجه ان هو اذاها وضربها وهددها بالسلاح وصورها عشان يبتزها بعد كده وخد حاجه مش بتاعته ويرجع تاني يقول لك اصل انت اللي كنت عايزه كده وانت اللي جايه برجليكي محدش ضربك. على ايدك أنتي اللي رميتي نفسك لكده لان انت بنت شمال لان البنت اللي تطلع من بيتها تقابل اي ولد تبقى بنت مش محترمه ابوكي وامك خلفوكي وادوك اسمهم مش عشان تحطيه في الطين اعرفي ان شرفك غالي وعرضك غالي واسمك غالي واهلك ناس غاليه ما تكسريش عين اهلك ولا تكسري عين امك وتبقي ماشياهم محنيين في وسط الناس اللي عايزك يخبط على بابك مفيش حاجه اسمها حب على النت مفيش حاجه اسمها اقابل او انا اتعرف من قرب اللي عايزك يخبط على بابك بالحلال وكمان معرفه النت ديت النت ده للتجاره انت من تشرخيصة عشان تقابل واحد ترخص نفسك معاه عايزك يتقدم لك مش عايزك في ستين داهيه هيجي لي اللي يغليني بالحلال لكن كل بنت دلوقتي النت تخرب بيوت كتير، كل بنت النهارده بتفتح الفيس أو الإنستا أو الواتس يلا رسالة حلوة في رسالة حلوة والبنت بتستجيب وبعد كده كلمة في كلمة تبدأ علاقة حب وبعد كده وعد بوعد نبدأ ندي الثقة وبعد كده يبدأ الغدر. فكل بنت تحافظ على اسمها، إحنا مخلفناش عشان ننزل أو ينكسر عنا قدام الناس، خافي ربنا قبل أي حاجة، جسمك وعورتك امانه ربنا ادهالك شئ شيء غالي يحافظ عليه للي يستاهله بالحلال اللي عايزك وشريكي هيخبط على بيت اهلك ويطلبك للجواز مش هيستنى يغدر بيكي هو عاملك على انك انت بنت شمال مش عاملك على انك بنت عندك كرامه لان اللي تكذب على اهلها وتقول انا راح اجيب كذا ولا اجيب كذا وهي في غرضها ان هي تروح تقابل ولد سواء في اماكن عامه او اماكن كده ولا اماكن كده كون ان هو يحس ان هي بتكذب على اهلها وانسانه كدابه ازاي هو اصلا يامن ان يتجوزها ويدي اسمه ما اللي تكدب على اهلها تكدب عليه اللي تخون اهلها تخون جوزها فما فيش واحد بيحترم واحده رخصت نفسها عشان تبقى معادله واضحه اهي اوعي تفتكري ان الحب بال... بالطريقه ان انا قابلك وقابلني وكلمني واكلمك وشوفني واشوفك دي بتجيب جواز دي بتجيب فضايح مفيش بنت بتجيب عريسها بقلة الادب ما فيش نت بيتجوز قال لما بيكون عريس مثلا بيسافر ومتقدم لاهلك للخطبه عن طريق اهله ويقول لك اشوفها عن طريق النت رؤيه شرعيه بإيه بعلم اهلها واهله اه دي بتحصل لكن حب ومعاكسات ومغازلات وعلاقه عن طريق النت وان يقابلك بره وكده ان هو شريكي لو كان شريكي كان خبط على الباب مش خبط على النت هو النت بيربط ولا بيتجوز عشان تستهيني بنفسك وتستقل... وتستقلب كرامتك وترخص بروحك اه مسكها بهدلها وضربها وقال لها انت رخيصه اللي جبت ست بلدك كنت جايه عشان تاكلي لقمه وتمشي وتشربي لك كوبايه عصير انت هنا عشان اعمل اللي انا عايزه كان بالنسبه لها شطان يعني استغل ان هي جايه له كمان في بلد من بلد لبلد عشان تقابله ده كان ممكن يقتلها انا يعني كان ممكن يغتصبها ويدفنها ومحدش يعرف لها جره ولا يعرف هي منين ولا رايحة فين ده ازاي تامني تعرفيش ان الوقت في ناس بتستدرك بنات في خطف وفي اغتصاب وفي إيه سرقه اعضاء ممكن ان عصابات على النت عصابات انت ما تضمنيش الولد اللي كلمك دي ما تضمنيش اذا كان هو ولد نيته حتى ان يغدر بشرفك ولا نيته بيع اعضاء ولا نيته يفضحك وبعد كده يساومك وبعد كده يتاجر بيكي بعد كده لاصحابه ما فيش في حاجه بتيجي عن طريق النت ونجحت اللي عايزك يخبط على بابك يا ريت كل بنت تسمع الموضوع ده تاخدها عبرة احنا امهات وعندنا بنات وبنخاف عليهم وبنستودع الله فيهم ونقول الله اللهم ان استودعنا امرنا وامر اولادنا لله تعالى وانت خ... وانت عندك حفظ الودائع ان ربنا يحفظ ودائعنا فربنا خير الحافظين انت بتطلعي من بيتك تقول هم... اللهم اني استودعت نفسي وامري وكل ما املك في خزائن ودائع... ودائعك يا الله انت تستودعي امرك لله مش تطلعي ورا الشيطان تعرفي واحد عن طريق النت عشان مكالمه واتنين وتلاته تروحي تسلمي نفسك يضحك عليكي وياخد شرفك وياخد حاجه غاليه عليكي انت عندك جوهره ثمينه ما يعرف ما يعرفش قيمتها الا اللي يجيلك بالحلال ويخبط على بابك وياخدك ويعزك بكرامتك ويجوزك رسم قدام الناس النت ما بيجوزش بنات فطبعا عشان ما اطولش عليك الحلقه يا رب يكون احنا استفدنا منها من القصه ديت وطبعا والله حصلت بالفعل وحادثه يعني كانت حادثه اغتصاب الله يكفينا شر الفضائح يا رب اللهم استرنا من فوق الارض ومن تحت الارض من يوم العرض عليك فربنا يحفظ بناتنا وبنات المسلمين شرفنا عفه اللهم احفظ شرفنا وعفتنا يا رب وثبتنا على دين الرحمن واحسن الخاتمه طبعا دي حلقتنا ما تنسوش بقى بالله عليكم. بعد الحكايه الحلوه دي الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وشير كتير ولايكات حلوه كده من ايديكم وتعليق جميل زي قلوبكم الحلوه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته